صباح الخير كلين ديالنا، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. جمعة مباركة اليوم، اجمل لكم عاوتاني لا بروموسيون ديال جليد بيت ديال العقيق. الناس اللي كيسولوا على جليد بيت العقيق واش باقيين، راه باقيين وباقيين فيهم شي دوينه ان شاء الله تزادوا فيهم. الوغ على بركة الله، صباح النور عليكم كليان ديالنا، جمعة طيبة لينا ولكم ان شاء الله. الوغ نبداو بهذا اللوين، هذا مو كلير، هذا كريب دو فاز غني على التعريف، مخدوم صالة جديدة شاب مونش راكلون، لا دوبلوغ راه مخدوم هذا القرب، صالة مونش راكلون، عندها الرشيمة هنا الفوق، وعندها الغابيل ديالها هنا لتحت، والموتيف الغابيل ديالو في الخريطات. سمح لي نسرحها لك باش تبان على القول ديالها، شي حاجة غزالة وأنيقة. هادو لي موديل لي تيكونو مفصلين بالخراط، علاش كنقولو عليهم ستوندار؟ راه كتجي للضعيفة وكتجي اللي عاون. هاد صالة غاكلون راه بحال ماشي كتف على الواقف وماشي كتفتح، راه صاغو فيها أمام، هادي راه كتجي لي طاي كاملين. هادي علاش أغلبية كنركزو على هاد الصالة الجديدة مونش غاكلون، كتكون أبيي بوغ تو لومون، طاي ستوندار. والثمن ما قلتيش لينا الثمن أخويا. الثمن أخويا 800 درهم. الثمن زوين، الثمن زوين. الثمن زوين وحلو. بارابور كاليتي بخير يستاهلو بصح، ولكن كي تنقولو ديما الربح الكبير هو وجوه. شوف معايا هادي بلو سيال مع بلو غو، هذا كخيب دو فاس، عندها تزوقة في هاد لابارتي. صالة غاكلون كي قلنا، عندها بتي غابيل ديال الموتيف في الخراط، شي حاجة غزالة وأنيقة، الشويشات، الطبيب ديالها راه مدوبر. الكاليتي ثمن، ثمن مشجع وثمن غزال اللي هو فقط 800 درهم، ماشي 1200، ماشي 1000 درهم، 800 درهم. صراحة يستاهلوا كثر وكيتباعوا بكثر، مي حنا كي كنقولوا ديما الربح الكبير هو وجوه. هاي عاوتاني هاد بلو سيال مع بلو غوا، تا هو نفس الكونسيبت، نفس الفصالة، نفس كلشي، هادو غير اللوان اللي مختلفين والزواقات. هادي الزواقة جات عندها في الصدر، وعندها الغابيل ديالها في الخرطة. ها هي شوف الغابيل الزواقة عندها في الخرطة. شي حاجة غزالة وأنيقة حلوة، والثمن ديالها ثمن زوين، ثمن مشجع، 800 درهم فقط. شوف معايا هذا كاشيري او لا مورتاديلا، صومون كليغ مع المورتاديلا، تا هي نفس الكونسيبت، الغابيل في الخراط، وعندها الزوق على الصدر. صالة غاكلون، ركزنا على اللون الظهر هو اللي دخلنا في العقيقات، جات شي حاجة غزالة، والباتش وورك جا في القب، فاس باللون وفاس باللون ديال الظهر ديال التون. ثمن غزال وثمن زوين، باراشوت كريتي كي قلت لك حسين، راه يستاهلوا كثر، ولكن الربح الكبير هو وجه الكليان ديالنا. انت دابا اللي كتفرجي ما تنسيش ديري جيم والبارطاج باش نعرفك تفرجتي في لا فيديو، تابوني الا كنتي متبعة جديدة ديالنا باش يوصلك ديما الجديد، ضروري شي نهار تعجبك شي حاجة، ضروري تعجبك شي بروموسيون، وتانتي تستافدي معنا وتقداي وبصحتك وراحتك. إذا ما خديتيش دابا تاخدي في محسن إن شاء الله. هذا غوز بيبي مع بوردو، عندها الزواوقة في الصدر وفي الخرطة وفي راس الكم الشاب. الكليان ديالنا اللي خداهم عندهم الجملة وخدموا بهم، الحمد لله شكروهم وتمشاو ليهم، هادشي اللي شجعنا نعاودو نبارطاجيهم ونعاودو نوفرو فيهم كمية أخرى. ديما الحاجة اللي كتشكر وكتمشى كنركزو عليها أكثر باش ناس أخرين تاهما يستافدو من ديك الأختيكل. شوف معايا هادي تاهي داخل فيها شوية البايير والمهرس، تاهي نفس الكونسيبت ديال الخرطة والمونش غاكلون، عندها الزواوقة في الصدر، شي الهديبات ديال العقيق غنحبو، عندها الزواوقة في القب ديالها، الغابيل ديال الزواقة، يعني ديما كاين اختلاف، كل لون والزواقة ديالها، الرشمة مبدلة، الحجر مبدل، الموتيف مبدل، الكونسيبت ديال الزواقة تيكون مختلف، باش يكون ديما اختلاف، حتى إلا خديتي جوج ولا ثلاثة كتبقاي باش تبدلي، هذا موديل وهذا موديل. ألوغ بالنسبة للدو فاس باقي زوين هذا بلو جين مع الغوز انديان، نفس الكونسيبت السي حسين، الغابيل الزواقة في الخرطة، عنده هنايا الزواقة في الصدر. هادو كي قلت لك هاد الصالة غاكلون راه كتجي مع الضعيفة وتجي مع اللي عامرة، تقريبا كتكون ستوندار بمعنى الكلمة. أنا اللي كنتي ضعيفة هاد الجهة كانت السيدة وافية تلبسها هاد الجهة. كاين عاوتاني هاد لوكغي، هذا كغي سوغي مع لو نواغ، هذا مارياج غني على التعريف،
شوف معايا الموتيف ديالها في الخرطه شتي لو نوار دوري كيعطي ديما مارياج انيق والزويق عنده هنا في لابارتي ديال لي اونش والزويق عنده هنا في لابارتي ديال الصدر واي جليل بغزال واحد الطاريه انيقه الثمن ديالها ثمن زوين 800 درهم فقط ثمن غزال ومشاجر الوغ دابا ندوزو كريب سامبل نبداو بالبلوسير شوف معايا هاد الزويقه كيفاش دايره هادي هي عند الزويقه في راس الكم والزويقه في الصدر شي حاجه غزاله وانيقه حتى هي والشويشات كيف العاده ديما نتذكروش عليهم راه كلهم فيهم الشويشات ديال العقيق اللوينات مش مخدومه كتجي حلوه كتعطي واحد الشاق زويون كتجي حطاريه ديجا هي جلابه شويه حطاريه يعني انيق الزويقه هنايا وعندها لو بتي غابيل في الخريطه ديال الموتيف شتي انا اكسبي كنت نلقى لك على الطول باش نركز لك على تشوفها وهي ملبوسه مطلوق شتي عندها غابيل هنا وعندها في الكم وعندها القبه كيجي لك كل لون حاولوا لعبوا على واحد لو ستيل في الموديل خالف تعرف خالف تعرف هذا الساس ديما عاوتاني هذا لو بلون الشق لو بلون قرب عندها الساس عندو الزويقه هنا في الصدر عندها الغابيل هنا في لي اونش هذا لون كلاسيك لون غزال وانيق البيض سين كولور لي تري شيك لون لباس هذا بلون كاسي ماشي بلون للتوضيح كيبان لك بلون كاسي سي با دو بلون نيج مي بلون مهرس مازال غنوريك واحد الموديل في بلون نيج بيض بيض حليب شوف معايا هاد لو فيغ حتى هو هذا عنده الزواقه هنا في راس الكتف شي عندها الزواقه هنايا والموتيف ديالها هنا الصدر الستوك كي اللي جات الرشمه الغابيل ديالها مع لي اونش كي اللي جا لتحت كي اللي جات فراس لكم شويه الاختلاف باش الكليان ديالنا يكون عنده لو شوا فين يختار ما ديرش نفس الحاجه وتبدل الوان حاولنا كل لون ركزنا عليه على زواقه مختلفه شوف معايا هاد لو موف انوي هاد لا كولور تاعي تري طوندونس شوف معايا عندها الزواقه في راس الكم ركز معايا على راس الكم السي حسين وعندها الغابيل هنايا بارتي دي اونش وعندها الزواقه في الصدر ها هي نحاول نطلقها لك هنايا ما تنساش تهبط ليا جهه الخراط لتحت غتبان لهم الزواقه حتى هي الغابيل فوالا عندها الوريده تما بايتي وعندها هنا بلاصه لي اونش وعندها لا بارتي ديال الطوق وعندها في راس الكم شوف صراحه لباسه ما كرهناش يبانو ملبوسين كل الوقت ما كنبغيش اننا نصوروهم ملبوسين كنبغيوش ندير ديك الخدمه كنحاولو نبارطاجوهم وهما مطلوقين مازال 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 كاينين افكار مازال غن لو ميور غيست ا فينير ما نحرقوش المراحل شوف معايا هاد البلوغو فيها الغابه ديال الزواقه دايره على الكم ديالها شتي وعندها لابارتي هنا في الصدر وعندها لو ميم غابيل هنا في الكم من القدام ومن الوراء شي حاجه غزاله وانيقه وحلوه هذه ملي قلت الناس كتجي غزاله وطوب صراحه لوين تا هو زوين كولور بلو غوا كتمشي مع السميمره مع البيضه صراحه باقيين فيهم الولاد زوينين تبارك الله نفس الكونسيبت ديال الصدر وراس الكتف مع هاد الغوز الكتريك جا مزيان والحجر راه دو كاليتي راه كندوزو في الليكيد باش نجربو صونو حاجه مزيانه راه كاليتي وحاجه مزيانه ثمن 800 درهم ثمن زوين ثمن غزال 800 درهم ثمن زوين ما تنسيش جيم والبارطاج الا عجبتك شي حاجه خلي لنا على شي كومونتير الا ما عجبتك شي حاجه حتى هي خلي لنا على شي كومونتير كنشكروا بزاف اللي الناس اللي معانا على الاتصال وكتعجبهم الحاجه كيشكروها وهما نيت ما كتعجبهمش شي حاجه كيصحوها هذه الحاجه كتشرفنا وكتفرحنا اقسم بالله كنعرفوا بلي كاين تجاوب مع لا كليونتيل ديالنا شوف معايا لو نوار لو نوار سيد الالوان هذا محبوب الجماهير غني على التعريف حيت نقولوا حنايا ديما على الاسود اسود بيع راسه انا عاوتاني بلون كاسي زواق اخرى مختلفه هذا بلون كاسي عاوتاني عندها الرشيمه فراس لكم ولا بارتي دي اونش ولا بارتي دي ستر هانت انا اكسبري نطلق لك الكميمات باش تشوف الغابيل ديال الزواقه كيفاش شي حاول تركز عليهم كلهم في نظره واحده باش يشوفوا الكونسيبت
كاين لا بارتي دي اونش لا بارتي دي صدر راس لكم لوين بلون كاسي كي كنقولوا عليه ديما سين كولور شيك لون راقي لباس بلو تركوا حتى هو لون غزال هذا مع السميمرا تيجي رائع مع البيضه تيجي روعه صراحه بحال هاد الالوان الجريئه تيكونوا انيقين في اللبسه ديالهم تيعطيو واحد النظره غزاله هذه فيها الكونسيبت ديالها من القدام ومن اللور بالتوضيح وعندها الرشيمه الصدر الصدوق ونفس الكونسيبت عندها في لي مونش على لي دو فاس من هنا ومن هنا ومخدومه هنا بالمهرس اللي تيكبو ديما واحد لو شرط حتى هي غزال وانيق وكي تنقولوا ديما السي حسين الا شي حاجه صحتها ولا حتى واللي ما خداش حتى كنتمنى احسن ان شاء الله ديما جاي الخير ديما جاي الجديد الحمد لله حنا اوفياء على الشعار ديالنا ونترجاو من الله ما يحشمناش شوف معايا عاوتاني هذا لو موف انوي حتى هو سين كولور تري توندونس شي حاجه غزاله وانيقه تعشق الاناقه ولا ليغونس شو هذا الموديل هذا عندها لاغابي في الكم وفي لوغو فيغ ديالو نفس الكونسيبت عندها من هنا وفي الدار ديالو يعني عندها واحد لو ستيل تاع هي اكسكلوزيف مختلف على الشكيلات اللي دارو كيف قلت لك السي حسين حاولنا نركزو كل لون من الزواقه ديالو شوف معايا هذا لو فيغ حتى هو انا كلياناتي حباباتي جداتي خالاتي عماتي الاسره ديالنا كامله مرحبا بالجميع مرحبا بك انت دابا اللي كتفرجي معانا مرحبا بالاسره ديالنا الاوفياء كليان القدام ديالنا ومرحبا بمتابعين جداد لي زابوني الحمد لله كيتزادوا نهار على نهار الاسره ديالنا غدا وكتكبر نهار على نهار وهذا الشيء كيشجعنا وكيحفزنا وكيشرفنا في نفس الوقت هذا علاش كنعاودوا نذكروا ديما بالعنوان كنعاودوا نذكروا ديما بمراحل باش لا بغيتي تقدي دافع عند الاستلام تدير لا كوموند ديالك وتوصلك عاد تخلصيها ليفريزون بارتو في المغرب او خارج المغرب حتى توصلك لا كوموند لي بغيزون كازا كنديروها العنوان ديالنا الحي الحسني شارع افغانستان البدايه ديالو الرقم 50 قرب محله الورد الوغ دابا رجع معايا البلون هذا سي دي بلون بلون نيج بيض بيض حليب باين عنده الزواقه حتى هو دايز هكا عرض وغابيل ديالها هنا الكونسيبت اللي قلنا في الكمام ديال الموديلات اللي دازوا الاخرين ركزنا عليه فشحال من اللوين ها هو عاوتاني من هاد الجهه هادي وعندها فهاد لابارتي وهنا وبالمهرس بالدوغي مع لو بلون ديجا لو بلون سين كولور فيرج اي لون كيمشي معاها حنا حاولنا نركزو على هاد اللوينات عطات واحد من ستيل واحد من الشام غزال وانيكون كي قلت لك السي حسين البيض اللون اللي شيك لون ملكي لباس فهمتي لباس تيزعمش عليه اي واحد اللي كتزعم وتلبس البيض كتعرف لا كلاس لا كلاس على ايطاليان صحتكم اللي خدات من الجليلبه او لون اخر ولا اذواق كتختلف حنا كنحترموا كاع الاذواق غير كنحاولوا نعطيو اللون حقهم بالطريقه ديالنا يعني كي تنقولوا ديما نتمنوا نكونوا عند حسن الظن ديالكم وكعلاش كنقولوا لكم الا عجبتكم شي حاجه خليو لنا على كومونتير نشجعوا نزيدوا فيها الا ما عجبتكم شي حاجه نحاولوا حتى حنا نصحوا منها ماشي ديما الانسان كيكون على صواب كمال لله سبحانه وتعالى شوف معايا الباك بيستاشا السي حسين جات هي غزاله عندها الغابيت الموتيفاي في راس الكشف شي هاهو شي حاجه غزاله تا هو انيق والباس لون راقي وهادي التشكيله سي حسين اللي خدات شي حاجه بالصحه والراحه واللي ما خداتش تاخد ما احسن ان شاء الله نستودعكم والله جمعه طيبه صباحكم مبروك تحياتي للجميع تحيه جلوس الخفاء ديالنا السلام عليكم